خلينا نروح لبلوجر تاني في مصر، لكن المرة دي أصغر بلوجر. هو طفل جميل اسمه حمزة حسام، عنده 3 سنين، لسه مش بيتكلم كويس قوي، لكن بيحب قوي يتعامل مع الكاميرا وبيتفاعل في الفيديوهات اللي بتساعده فيها طبعا أسرته، وبيركزوا كمان على نفس الفكرة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية، فكرة الطبخ، وحقق شهرة كبيرة جدا جدا ولقب بأنه أصغر بلوجر في مصر. حمزة يعني هو عمره 3 سنين، لقينا عنده حتة جاذبية التصوير، وبيعرف حابب ان هو يتصور، يقف قدام كاميرا، يقف قدام الموبايل لما كان مامته بتصوره. مامته بدأت تعمل له فيديو عن سيشنز عن الطبخ، وبدأ ان هو ينتبه اكتر من كده، ويبقى واخد جزء الانتباه للكاميرا، وبدأت تعمل له تشانل على اليوتيوب. التشانل عنده بدأت تكبر، وبدأ فيه يبقى متابعين، بدأ فيه فولورز، بدأ فيه كومنتس شير للفيديوز بتاعته. حمزة من الأطفال اللي تحبي تقعدي معاها، بشوش وبيحب الناس جدا، يعني بيتأقلم معاهم. بيحاول بقدر الامكان بيبقى في السوشيال ميديا ان هو يستخدم الفيسبوك او يستخدم عامه السكرين بتاعت التليفون، بيبقى بحدود معينه، نص ساعه او 10 دقائق في اليوم يمسك كده يسكرول عادي. اكتر حاجه بتقلقني من السوشيال ميديا يقعد كتير جدا عليها، ومخه يبقى مش مركز الا غير في اللعبه دي. فكره فيديوهاته انها كانت تنزل على السوشيال ميديا، من ان هو كان بيتحرك مع مامته في المطبخ، فكان بيجيب لها حاجه، بيديها حاجه، بيلفيها حاجه، من بدات الفكره عن طريق ان هو يعمل الحركات دي معاها. فجت فكره ان هي تصور مره فيديو، بعد كده كملت. بندعم المحتوى بتاع حمزه اللي هو بيقدمه عن طريق ان احنا بنحاول نديله شويه مساحه ان هو يحط حاجة جديدة، مامته بتعمل له فكرة جديدة، بتساعد ان هو يحط لمساته.